عشان نخش في موضوع حسين الشحات. ايوه الله يكرمك، يكبر بخاطر، يكبر بخاطر، يكبر بخاطرك. اضرب اللايك، واللي ناس يعمل سبسكرايب لصفحه اليوتيوب يعمل، ونعمل اللايك اكبر عدد من اللايكات للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن ويتثبت على الصفحه. واللي يكرمنا في شير يجازيه كل خير. ايه ده يا معاطي ده؟ ايه السجع الحلو ده؟ اللي يكرمنا بشير ربنا يجازيه كل خير. الله الله مالك ما الله 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 مدد يا رب. ماشي يا سيدي، نخش بقى على تأديب حسين الشحات. اللي هقول لك عليه ده من جوه الفرقة ومن جوه الأحداث، وهو أن هناك حالة غضب شديدة من مشاركة حسين الشحات بهذا المستوى المتواضع، بهذا المستوى المتواضع، بهذا المستوى المتواضع. يعني وكل وسائل الإعلام وكل الناس اللي بتفهم في الكورة وكل الناس حتى اللي متعاطفة مع حسين الشحات خلاص أصيبت باليأس والإحباط الشديد جدا 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 من هذا الأمر. فاللهم صل على سيدنا النبي. بدأت الهمهمات في اللعيبة، قال لك حسين الشحات اسمه حسين الشحات بيتسو موسيمان، أو حسين بيتسو موسيمان الشحات بيلعب بغض النظر عن مستواه، وده عامل قلق عند لاعبي النادي الأهلي وغضب بين لاعبي النادي الأهلي. علمت أن الجهاز المعاون ومستر بيتسو موسيماني قرروا منح حسين الشحات راحة وإشراك جونيور أجاييه أو كهرباء أو وليد سليمان. قال لك لازم يفوق ويقعد على الدكة، لازم يشتاق للكورة، لازم يبقى عنده دوافع. الكلام اللي كنا بنقوله يا جماعة، احنا مش ضد حسين الشحات، احنا بنتمنى حسين الشحات يبقى احسن لاعب في الكون. كل ده هينعكس على النادي الاهلي ومنتخب مصر. لكن حسين الشحات بصراحة اصاب جماهير النادي الاهلي بالاحباط، وساهم في ارتفاع مرضى الضغط والسكر بسبب اداؤه السلبي وتصدير طاقة سلبية الى لاعبي الفريق. بيراميدز جاب التالت ولا ايه؟ نشوف الكوره، نشوف الاوفر، اوفر. الله، جون حلو، جون حلو، جون حلو، جون حلو، جون جميل، جون جميل. جون التالت 3-1، جون روعه روعه روعه، عرضيه ومباشره. مين اللي جابه بس؟ شكله مين؟ شكله الحجم الصغير ده مين؟ استاذ عمر الاسيست بتاعي النهارده او الاسيستنت بتاعي النهارده سابني ومش عنده خروجه مع اصحاب والشاشه بعيده مش شايف. المهم مصطفى محمد شريف، ربنا يشفيك ويشفي اسرتك كلها من كورونا ويشفي مرضى كورونا اجمعين بحق جه سيدنا النبي وآل بيته الكرام. هنا في حسين الشحات خلاص قرروا القعده على الدكه، والاداره انا قلت لكم قبل كده ان قرروا بيعه. طلع الكابتن امير توفيق قال لا ما فيش بيع، وهو قال لك انا عندي عروض من جنوب افريقيا ومن السعوديه ومن الامارات. يا حسين اداره النادي الاهلي، بلاش اداره النادي الاهلي، بلاش اتكلم باسمها، جمهور النادي الاهلي بيقول لك يا حسين ارجوك. ابراهيم عادل اللي جاب الجون، ماشي، جون حلو. جمهور النادي الاهلي كله بيقول لك يا حسين نرجوك، نرجوك هات العروض وتفضل. الاهلي بقى بيلعب ناقص واحد يا ابني، يا ابني ده ابراهيم سعيد بيقلش عليك قلش السنين، بيقلش عليك قلش السنين من تمريراتك والله العظيم. ابراهيم سعيد هيتجنن، هيتجنن من ادائك ده، فضلا عن كل الناس بقى. شوف يا ابني ايه اللي فيك يا ابني، ولا ايه موضوعك، ولا ايه موضوعك؟ لا بتعمل تدريبات تخصصيه، لا بتشتغل على نفسك، لا عاوز تزود مهاراتك ولا قدراتك ولا امكانياتك بحيث انك انت تأدي اداء افضل. لا لا لا، انت اصبت لاعبي النادي الاهلي بالاحباط من مستواك، واصبت جماهير النادي الاهلي بالغضب الشديد جدا وارتفاع الضغط والسكر اثناء مشاهده المباريات. محمد علي الجزار، انا دعيت لفلسطين، دعيت لفلسطين واهلها، دعيت لفلسطين واهلها في بدايه اللايف يا حبيبي. ربنا ينصرهم بحق جهاز سيدنا النبي، يا ريت ربنا، يا رب ربنا يسترهم بحق جهاز سيدنا النبي ويحفظهم من شر الاشرار. فحسين الشحات مركز مع السوشيال ميديا، عاوز ياخد البطولة والنجومية من السوشيال ميديا، مش من الأداء داخل الملعب، مش من الأداء داخل الملعب.
ده غلط كبير جدا يا سحس، خربتها، أصبت الناس بالإحباط يا أخي. لو ده مستواك يبقى خلاص بقى، يبقى تمشي. مش ده الكواليتي بتاع النادي الأهلي، وبقول كده بقالي شهور، وكان الجمهور يقول لي يا أنكل عاوزين يساندوا وندعموا، قعدت أساند فيه وأدعم فيه لحد ما خلاص فاض بيا وفاض بكل الناس. فلازم تاخد بالك، لازم تاخد بالك من نفسك وتشتغل على نفسك. ومن هنا يا راجل، انا مش فاكر لك من يوم ما جيت مع النادي الاهلي غير ماتش الوداد يا سيدي، مش فاكر لك غير ماتش الوداد. فين امكانياتك وقدراتك؟ فين اللي كنا بنشوفه مع العين؟ ده انت اغلى صفقه دخلت النادي الاهلي، ده انت ثلاث اضعاف الواد صلاح محسن اللي فرح كل الناس. الحسين رمضان لا تقلق، لا تقلق يا حسين، أنا كما أنا لا أتغير. ففكرة إنك أنت تبقى يعني الأهلي بيلعب ناقص واحد، كرة تجيلك تتخض، أحس ساعات إنك بتسيب الطرف اليمين وتنزل للعمق وتدي ظهرك وتحط ظهرك في حضن المدافع عشان الكرة ما تجيلكش، ولا بتستلم ولا بتسلم. يعني أبسط قواعد اللعب التسليم والتسلم غلط. امبارح كرة جايالك قرب ال 18 قمت مرجعها عند خط السنتر للاعب سان داونز. هو انت مش عارف لاعبتنا؟ لاعبتنا اللي لابسين احمر يا عم، لعيبه النادي الاهلي لابس احمر يا سحس. انا بقيت مستغرب والله. المهم ان مستر بيتسو موسيماني قرر منح الراحه عده مباريات الى حين استنفار قدراته وامكانياته لحد ما ربنا يفرجنا يفرجها عليه، ويعود حسين الشحات اللي هو جه من نادي العين الاماراتي ب 5.5 مليون دولار بخلاف ما يحصل عليه هو شخصيا من راتب داخل النادي الاهلي. العروض حول رحيله منه هو عروض كلاميه، ولم تصل اي عروض للنادي الاهلي، لكن اخوه بيتكلم عن امتلاكهم لعده عروض خليجيه نتمنى ان هم يقدموها، ويرحل حسين الشحات قبل اصابه المزيد من جماهير النادي الاهلي بامراض الضغط والسكر نتيجه عدم تعاونه مع زملائه ولعب النادي الاهلي ناقص واحد في كافه مبارياته. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. انكل ابو المعاطي زكي لما بيكلمك في حاجه تخص النادي الاهلي اعرف ان هو بيتكلم الصح بما يرضي الله. فحسين الشحات مش هيلعب اساس الفتره اللي جايه، هياخد مزيد من الراحه، وهيرجع جونيور اجاييه، ويرجع كهربا، ويرجع وليد سليمان وصلاح محسن ومحمد شريف والتر بواليا اهو بينزل وكمان يكف على وشه. المهم يعني فكره الطرف اليمين دي ما فيهاش مشكله في هذا الامر. وطاهر محمد طاهر اللي جاب ثمنه امبارح، يعني ده ما انت ما حصلتش طاهر محمد طاهر اللي جاي من المقاولين ببلاش، ينفع كده؟ ده الكرة بتجيلك انت بتنمع الكوره وبنحس ان خلاص الماتش خلص والحاجه ما يصفر، وهينزل نقلها لكم ماهر تليمه او خالد عبد العاطي او محمد ناصر، ما اعرفش في ايه، ما اعرفش في ايه. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. نضرب اللايك يا شباب عشان نخش في موضوعات مهمه. اللي معانا يضرب اللايك، الالاف اللي معانا دي تضرب اللايك، يحفظكوا الباري في الشهر الجاري، يحفظكوا الباري في الشهر الجاري، ويرضى عنكم ويرضيكم ويرزقكم الخير كله، واشفي مرضكم بحق جاه سيدنا النبي، وانصر اهلنا في فلسطين الحبيبه، ينصر اهلنا في فلسطين الحبيبه. وانا بكلمك، ايوه كده اللايكات، الله تسلم. وانا بكلمك على حسين الشحات انه هيقعد، بقول لك علي معلول تماثل للشفاء بنسبه كبيره جدا، يلعب او ما يلعبش صن داونز لسه بدري، لسه اسبوع. وكيله الاستاذ جون ادوارد بكلمه النهارده قال لي بص وارد يلعب، قال لي ده مع استجابته للعلاج، لكن المؤكد انه في مباراه نهضه بركان، لكن وارد ياخد له 10 دقائق ربع ساعه من مباراه صن داونز حسب مجريات المباراه، وارد يبدا. كل ده من هيبان في الايام القليله المقبله. قال لي يوم الخميس اديك رد نهائي اذا كان علي معلول اساسيا امام صن داونز ام لا، لكن ما اقدرش اقول لك انه سليم 100%، ما اقدرش اقول لك انه هيبدا من دلوقتي وباقي اسبوع على المباراه. قلت له يا عمي انا صعبه، قال لي اه صعبه اقول لك، لكن هو بيستجيب للعلاج سريعا وخلاص. قال لي لكن المؤكد انه باذن الله في نهضه بركان.
اللي هو مباراة السوبر الافريقي في قطر يوم 28، ويبقى كأنه يا عيني اتصاب في قطر ورجع في قطر، معمول له عمل 3 اشهر غياب 3 اشهر، وهو اتصاب في مباراة بايرن ميونخ، وكان ينزل يسدد ضربة الجزاء في مباراة بالميراس في الثالث والرابع. فعلي معلول بين وبين انه يلعب سان داونز حتى الان، ما اقدرش اقول لك من دلوقتي هيلعب ولا مش هيلعب، لكن حسب يعني تقبله للعلاج في هذا الامر. ده بيراميدز جاب الرابع اهو. حلو حلو، بيراميدز جاب عالجوا اخطاء خطا شريف اكرام، جاي لك انا يا شريف دلوقتي، ما تقلقش يا حبيبي. فعلي معلول مسألة بالنسبة له صعبة جدا 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 في انك تحدد من الان، لكنه بيستجيب للعلاج، وارد يلعب سان داونز من بدايتها، وارد ياخد جزء منها في الاخر، وارد ما ياخدش، لكن المؤكد باذن الله تعالى انه يلعب نهضة بركان في قطر 28 مايو الجاري. اكرم توفيق لاعب خط الوسط والدينامو جاهز تماما لمباراة سان داونز يوم السبت المقبل، وهيبقى موجود يلعب بقى مكان السولية، يلعب مكان ديانج لو حب الراجل يريحه.